فاكهة لذيذة جدا يا سمو الأمير. دي مقطوفة من جنينة السرايا يا حضرة التاجر. ايه دي؟ دي صفارة. صفارة ظريفة جدا، وتنفع لإيه؟ بدل ما نبحسي مع الخدمين أصفر لهم. أهو هنا. أيوة هنا. هما فين؟ اسكت. خد كل واحد أصلي، وزي ما أعمل أنا أعمل أنتو. امشوا على تراتيف تراتيف سوبيا، بعدين اتلخبط يعني امشوا. مش انت ولا خليك ورا ظهري. ايوه اذا كان حد ينط عليا خلص عليه. حاضر. ايوه ولا اقول لك تعالى انت قدامي. لا انا كمان قدام. ما تروح. اسكت لازم نضربك. بسم الله الرحمن الرحيم. بص انا راح اضربك. ايوه ما تخافش، وراك اسد. يلا اسد اسد. لا تتك مر بينك. استنوا بقى انتوا، انا اللي راح نتقدم. ايه ده؟ انت عملت ايه؟ ما هو السيف. وانت بتطلع سيف ليه؟ انا موجود من العصايا. انا دخل السيف بتاعك. اسكت ما تضربش بالسيف، انا راح نموته. تعالوا نبتدي بالمطرطر دول. انت جاهز؟ ايوه. طيب لسه بدري، اطلع شم نفسك شوية. طيب مع السلامة. غطي الى حيث القط. انت جاهز؟ ايوه. اطلع شم نفسك لسه بدري. طيب ما تنزل مع السلامة. انزل الأوضة. انزل يخرب بيتك ده بينه بزنبلي. خليك موت على الوقف. تعالوا شوف خيره. غطى يا ولد غطى. انا مالي يا اخويا. انت جاهز؟ ايوه. لسه بدري، اطلع شم نفسك شوية. طيب اطلع اطلع اطلع. الله اطلع. مع السلامة. ده بيني بزنبل يخرب بيته. ايه؟ انت بيضحك. يا نهار اسود. انت ما تضحك، خليك موت من الضحك. افتش من الضحك. اهو مثلا دلوقتي بمجرد ما صفر اي واحد من رجالي وفي اي مكان يكون يحضر بسرعه بمجرد ما يسمع الصفاره. يسمح مولاي الدهالي؟ فكره عظيمه، اتفضل. بتصفر؟ طز صفر لحد بكره ما حدش يرد عليك. تعالوا امسكوه. تعالوا اقبضوا يا عليهم. ايوه اقبضوا اقبضوا يا عم. خشوا اقبضوا. ايه الدوشه دي؟ انا مش فاهم حاجه ابدا. في ايه يا شمس الدين؟ اكتشفنا مؤامره خطيره لاجلك يا مولاي. ادي اللي كان موجود في كل زلعه بدل العسل. ازاي ده؟ ايوه، بمجرد ما يسمعوا صوت الصفاره يخرجوا من الزلع ويقتلوا جميع الموجودين في القصر. اوعى اوعى سيبوه. فز انت هو. يلا هاتوهم عند الامير. تعالوا يا غجر. يلا تعالى يا تخين. انت يا مصيبه جننتني، خلتني ابو عرام وابو مش عارف ايه. اقعد اقعد. وزير انت كمان وياهم؟ اقعد اقعد هنا. اقعد يا راس المنصر. انت خدوهم على السجن طوالي. يلا خدوهم على السجن طوالي. يلا فز. يلا يرجر يرجر. خارج بيتك. اشكرك يا شمس الدين. العفو يا مولاي، انا ما استحقش الشكر. اللي يستحق الشكر هو الراجل ده اللي سبب في كشف المؤامره. يلا امشي انت وهو. تعال يا راجل. مين انا؟ ايوه انت. حد تعال يا راجل يا شهم يا نبيل علشان اشكرك انا ومراتي. العفو يا مولاي، انا ما نستحقش الشكر. اللي يستحقه البنت مرجانة اللي خلصنا من السجن. مرجانة؟ اه يا ربي. ايه ماله ده التاني؟ مسكينه، كان لنا بنت اسمها مرجانة، وكل ما تسمع الاسم ده يغمى عليها. لا حول الله. تعال يا مرجانة، تعال بوس ايد الامير والامرايه. تعال
ايوه تعالى 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 يا عزيزتي فوقي. ايوه تعالى بوس ايد الامرايا وبعدين بوس ايد الامير. يا ربي النجمة مرجانة بنتي حبيبتي. شوف شوف النجمة يا امير. مرجانة بنتي حبيبتي. ايوه صحيح الراجل بركات قال لي ان مرجانة دي بنت امير. وادي الورق اللي ادهولي قبل ما يموت. ربنا يحقق املنا. لا ان شاء الله راح يحقق. شوف هو ولا مش هو. هي مرجانة بنتنا. يا مامتا كريم يا رب. اتمنى علي يا راجل اي طلب تطلبه انفذه لك في الحال. لا كتر خيرك انا مش عاوز حاجه. انا رديت بنصيبي. مرجانة. وعلشان ابرهن لك على شعوري انا كمان كنت جوزت بنت مرجانة لابنك اذا كان لك ابن. لما انا ليا ابن وراح فين الولد؟ شوف الوداع يا مرجانة. لا ابدا يا حسن يستحيل اسيبك يا حبيبي. شايف هم ولادهم مع بعض من نفسهم. ربنا يسعدهم. وانت من النهارده هتكون وزير. لا 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 وزير ولا غفير. خليني زي ما انا كده حطاب ابن حطاب. كفايه انكم كلكم تكونوا مبسوطين. سلام عليكم. انتوا لسه قاعدين؟ قوموا روحوا بقى على بيتكم بالسلامه. واديكم اتفرجتوا وضحكتوا وبسطتوا وتوتت وتفرغت الحدوته. حلو بقى والملتوته. ملتوته؟